سؤالي الثاني حتى أدخل في الموضوع، أخي الكريم، هل تمتلك معلومات؟ لأننا نحن نعلم أن رسميا كان المغرب قد اتهم إيران بدعم محاولة دعم ما يسمى بشبكة بوليسانيو. نحن الآن نطلب منك أنت كصحفي كمطلع أن تدي لنا بما تملك من معلومات عن محاولة توغل إيران أو التوغل الشيعي إلى منطقتنا، يعني بذلك منطقة شمال إفريقيا. تفضل أخي الكريم. طبعا في يعني الإعلام في عالمنا العربي والإعلامي بشكل عام يجب أن يكون براغماتية في طرحه الإعلامي، وأن يكون عنده مصداقية في النقل، لأن عدم المصداقية يجعل تحت المساءلة. طبعا أنا علاقتي واسعة مع القنوات العراقية والقنوات الأخرى. أحد الأخوة الجزائريين اتصل بي قال إذا وزير الخارجية المغربي لم يستطع يجد دليل حول دعم الإيراني لبوليساريو، من أنت؟ قلت له أخي الكريم، أولا الأشقاء في المغرب لم يتصلوا بي، لو اتصلوا بي عندي دليل أعطيهم، أقول لهم هذا واحد اثنين ثلاثة. المهم أنا قبل شهرين كلمني مدير لأحد القنوات العراقية لي تقرير أنه ضابط في المخابرات الجزائرية مع ضابط في حرس الثور يعني بصحبة بوليساريو وصلوا إلى مربع جادرية في بغداد. مربع جادرية في السابق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين رحمه الله كان مجمع رئاسي، الآن هذه القاذورات الإيرانية وهذه الميليشيات مسيطرة عليها، أتوا بحوثي بحماسة بغيرهم إلى هنا، ومن ضمنهم بوليساريو. أنا شككت في الموضوع، هم طلبوا، ولو الذي أرسل لي الرجل مصداقية وثقة أرسل لي التقرير، لكن أنا قلت يعني إن بوليساريو مغرب العربي الشعب للعراق، إحنا وين بوليساريو وين؟ فدخلت في مناقشة مع مسؤول الإعلامي في جبهة بوليساريو اسمه الدكتور ميارا، ممكن الآن موجود يسمعني. هذا أبو محمد ميارا، هذا من بوليساريو، هذا صحراوي من بوليساريو. دكتور ميارا، ميارا ميارا ميارا، ايوه قال صحح الخبر وقال صحيح. من حقنا نتحالف، نحن حركة نطالب بحقوقنا. قلت له اخي الكريم، تتحالف مع ايران لا مانع، لكن مو على حساب سنة العراق، مو على حساب الابرياء في سوريا ولبنان واليمن. تعالي اقول لك تحالف بس لا تذهب الى حضن الايراني، والتقرير عندي يستلمون الدرون والاموال من حشد العراقي، يعني لا اخوه في بوليساريو، الف واحد مثل بوليساريو ما يقدر ينكر، وتحداهم ينكرون، ترى انكار الخبر وهذا موثقه وموجوده عندهم عند الجماعه في بغداد. فان بعدين الدكتور ميارا اعترف قال انت عندك مشكله مع ايران، انا ما عندي مشكله مع ايران. قلت له اخي انصحك لا تتحالف مع ايران ضدي، لانه انا راح تخليني اكرهك، لأن الشعب العراقي عانى معانا بسبب هذا النظام الإيراني، فأنت الآن تتحالف معه على حسابي، فأنا أعتبرك أنت أيضا ضمن العداء لي، الذي يتحالف مع إيران ضد سنة العراق نعتبره عدو. فالرجل اعترف قال نعم أنت عندك مشكلة مع إيران، نحن ما عندنا مشكلة مع إيران، ولحد هذه اللحظة وفودهم تروح وتجي وعادي، وهذه أيضا تجيني يعني تقارير الأخوة الأعزاء في بعض القنوات العراقية يرسلوا لي تقارير يقولون وفد كذا فذا. هذه المرة إن شاء الله لكي أتأكد الأشقاء في الجزائر والأخوة في بوليساريو راح أجيب يعني أسماء الوفود الذين يأتون ويذهبون. نعم، إذا يا أخي الكريم، حسب اعتقادك أن ربما تكون قد حصلت أبو طالب، ممكن أوجه سؤال أبو طالب؟ هذا مو اعتقاد، هذا خبر يقين. أخ فرهاد تسمعني دقيقة، أخ فرهاد ممكن تتكلم لنا عند الاجتماع الذي أداره إسماعيل قاني مع أعضاء بوليساريو مع أحد أعضاء الاستخبارات الجزائرية، ممكن تتحدث لنا عنده وما هو ومن الميزانية، والميزانية من أين تنزل لهم، وماذا وعدهم اسماعيل قاني؟ شوف ابو عبد العزيز، مساله ميزانيه المبلغ كم لا اعلم، بس اجتماع حصل في بغداد قاني
من ضمنهم يعني بميليشيات هذه، من ضمنهم جماعة بوليساريو، وعدهم بالمال. طبعا المال كله من العراق للأسف، حتى لحماس وحوثي كله من بطن الشعب العراقي المسكين المظلوم المغلوب على أمره. الأموال تذهب من العراق إلى والطائرات درون تأتي من إيران إلى جرف الصخر القاعدة الإيرانية المتقدمة، ومن هناك تتحول بطائرات إلى الجزائر إلى بوليساريو. وللأسف يعني للأسف الآن في القرن الأفريقي بدأت إيران تتمدد على حساب هذه الجماعة، لكن ولله الحمد المشروع الإيراني في انكماش بعد هذه الضربات. لكن اجتماع حصل نعم في مربع الجادرية بين القاعاني وهذه الجماعات حوثي وحماسة وغيرهم من ضمنهم بوليساريو، ووعدهم بالمال والسلاح. وممكن المال والسلاح وصل بيديهم هذا من شهرين تقريبا، مو من يعني مو قريب، مو من اسبوع. هذا هو الذي اخي ابو طالب اخ فرهاد، البعض المغاربه والاخوه الموريتانيين والجزائريين والبعض يسمع، من هو اسماعيل قاني؟ من هو اسماعيل قاني؟ ممكن ان تفسر في هذا الامر من هو اسماعيل قاني؟ وقائد فيلق حرس الثوري الايراني، هو الذي يشرف على حزب الله اللبناني وعلى هذه الجماعات في العراق وعلى الكل. هو اسماعيل قاني، هو عندما فطس او هلك قاسم سليماني جاء ليحل محله، لكن قاسم سليماني ما كان له علاقه ببوليساريو هذه، الا الفتره الاخيره حصلت بعد التقارب الايراني الجزائري وبعد ذهاب امير الموسوي للسفاره الجزائريه في الجزائر العاصمه، وقام بنشر هذا مذهبهم الى اخره، فحصل ما حصل لان ايران عندها سياسه. اخي ابو طالب دائما تتعامل، لا تتعامل مع الدول، تتعامل بين القوسين بشيء اسمه فل، فل يعني ناس ما مرغوبين في مجتمعاتهم، فتقوم بدعمهم بالمال ولديها كتيبة أبو رغال الإعلامية، فتقوم بتكبير من هؤلاء كذا وكذا وكذا، إنه يضخمهم حتى يوهم الناس إنه هؤلاء هم أصحاب القضية، وفي الأصل هم ليسوا أصحاب القضية. القاعاني اجتمع مع الكل وبتوقيع القاعاني يعني من شهرين، يعني أكيد الآن وصلهم الأسلحة ودرون وكل شيء وصلهم، بالتأكيد وصل. وأنا إن شاء الله إن شاء الله اليومين ثلاثة راح أتأكد من الأخبار وإن شاء الله أفيدكم بالأخبار بإذن الله. طيب. أخي أبو طالب، توضيح لي ولك يعني توضيح، معليش أنا آسف والمقاطعة، يعني ما اتهمت فيه أنا وأنت من معلومات لم تكن من عندنا، كانت من صحفي عراقي لا يعلم عن دول المغرب شيئا، هو أتى فيها يا مدير قناة. لا لا, لا مدير لا لا قناة لا لا بعدين لا لا بو 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 أخي لا لا أنت ما تعلم أنه في، أنا أقصد اللايف، اللايف أنا ما أقصد أنك ما تعلم عن دول المغرب، لا لا اللايف هنا أعرف، لا بس أنت قلت في لايف تعال نسولف، قلت لك جاي نعم نعم صح صحيح. لا 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 احنا نتكلم اللايف، احنا لما أتينا لأخنا فرهاد أتينا في اللايف، هو لا يعلم شيئا يعني عند اللايفات اللي ولا له دخل في اللايفات في هذا الأمر. اتهمونا وتعرضنا لتهديدات أنا وأخي أبو طالب في هذه المعلومات، وأخي أبو طالب برضه تعد لما يعني لتهديدات كبيرة. اليوم احنا جبنا لكم المصدر، الرجل لا يعرف لايفات لا مغربية ولا جزائرية ولا تونسية ولا موريتانية ولا جميع ولا ليبية، الرجل أنا أتكلم محايد صحفي بمعلومات واقعية. أبو عبد العزيز، أبو عبد العزيز أخي، أنا مو بس يعني مدير قناة، بعدين شوف اللي ما أعرف، ممكن معنا أخوة صحفيين، الإعلامي بطبعه فضولي يدور على أخبار، باستثناء هذه حتى أنا تأكدت من جهات أخرى ثبتوا ما موجودين، بالإضافة إلى أنه أنت راح تطلع مني حكي وتخلي الجزائريين يذبحوني. شوف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في شخصية الأخ العراقي والجزائريين يعني فضيحتهم بقلاقل كما يقال. الخبر قد أشيع قبل هذا في صفحة وفي منصة اليوتيوب
من طرف يوتيوبر مغربي يسمى بدار الخبر. يعني فضائح الجزائر يعني خرجت من حساب وزير عراقي، أنا لا أعلم أي وزير هذا، أما الخبر فقد أشيع وتسرب من حساب وزير عراقي عن وصول وفد رسمي من الجزائر إلى بغداد ويمثل جبهة البوليزاريو المسلحة صاحبة مشروع تقرير المصير والانفصال والاستقلال الصحراء الغربية التي هي جنوبية في المغرب، واللي كان في الاستقبال وفد قيادات من الحشد الشعبي، وهم الذين استضافوا الوفد الممثل لجبهة البوليساريو. هنا السؤال، كيف لجبهة البوليساريو التي تحتضنها الجزائر أصبحت تعتمد على أقصى الشرق على العراق؟ هل الجزائر فشلت؟ هل الجزائر لا تستطيع الاحتضان؟ هل الجزائر لا تتوفر على السلاح؟ هل الجزائر لا تتوفر على العتاد؟ هل الجزائر غير قادرة على مساندة هذا الفصيل؟ أم أن القضية أصبحت قضية عقائدية، قضية مذهبية، قضية سنة وشيعة؟ وهنا الخيط الذي نبحث عنه هو ما الذي يربط الجزائر بالحشد الشعبي؟ هذا هو بيت القصيد. فتحياتي لكم، والموضوع جميل جدا، وأشكر الأخ أبو عبد العزيز والأخ أبي طالب، رفعتم من مستوى الضيفات اليوم، رفع الله مقداركم عنده إن شاء الله. تحياتي لكم. بس لحظة لحظة، بارك الله فيك يا سيدي، شوف أخي، بس لحظة لحظة، فضل أولا فضل. الكلام من وزير العراقي لا أعلم من أين وصل، بس أنا شخصيا مدير قناة عراقية أرسل لي التقارير هذه أولا، ثانيا لم يستقبلهم حشد الشعبي، كانوا بمعية ضابط في المخابرات الجزائرية وضابط في الحرس الثوري الإيراني، وعندما وصلوا إلى مربع الجادرية استقبلهم قيادات الحشد. يعني الخبر المغربي، يعني ما أعرف المغاربة طبعا، ما عندي أصدقاء، بس في بند اسمه عياشية، ما أدري اسمها عياشية مغربية كذا، في أحد الأيام أنا عندي المقال مطالع. أنا عندي المقال أمامي، يقول وجاء الوفد برفقة، والمقال هو من العراق، وجاء الوفد برفقة ضابط كبير من الحرس الثوري الإيراني، ويطلب الوفد مساعدات مالية بصحبة قيادات من الحشد الشعبي، ومن المتطلبات أيضا كان السلاح وطائرات مسيرة وتبرعات لمخيمات اللاجئين في جنوب الجزائر، ودعم لوجيستي لميليشيا البوليساريو المسلحة المتعاونة مع الحرس الثوري الإيراني، ويسعى الحرس الثوري الإيراني لتعيين ممثل لميليشيا البوليساريو الانفصالية في العراق في منطقة الجادرية المربع الأمني الإيراني، على غرار تعيينهم ممثل عن ميليشيا الحوثي اليمنية في العراق بشكل دائم، وبعد أن يجد ممثل البوليساريو موطئ قدم في العراق على غرار ممثل الحوثيين وممثل المعارضة البحرينية والمعارضة الأفغانية والمعارضة الباكستانية، تبدأ بعدها عمليات التمويل الرسمية لميليشيات البوليساريو من نفقات الحكومة العراقية، هيئة الحشد الشعبي، باب النفقات السرية، وبهذا يصبح العراق المقر الدائم للميليشيات الأمم المتحدة من كافة أرجاء المعمور. المصدر صفحة وزير عراقي، هذه هي المعلومة. نعم الأخ تفضل تعليقك فرهاد. نعم هذا أخ وزير العراقي يعني معروف وصديق وما أخو داعي ندخل، وما يدورون عليه جماعة. أنت فهمت المقصود الآن، ومن ابتسامتك رأيتك قرأت ما يبحث عنه المغربي. ذكي ما شاء الله. شوف أنا يعني حتى طبعا وزير العراقي بعد ما أنا كشفت وراي بأسبوع كتب هذا، هذا تاريخه كم؟ أنا قبل شهرين تقريبا قلت للأخوان عبد العزيز، هذا تاريخ أكثر من شهرين، تاريخه كم؟ عندك التقرير؟
التاريخ، نعم بعطيك تاريخ التقرير هنا، والله لا أجد التاريخ هنا، خليني عموما. أنا بدور على التاريخ لا لا بعطيك عموما التاريخ. عموما شوف، أوكي بس نعم. اخ ما ذكر انه قاعان اجتمع بهم. والاخ هو ما كتب، هو قال مربع الجادرية مو الامني. نعم هذا ما نعم قال. نعم مذكورة في يعني التقرير. طبعا يعني صار عندي شكوك، لكن اخوة اثنين جزائريين اعرفهم معرفة شخصية يعني يواصلوني عبر الواتساب، ايضا فاتحتهم بالموضوع، يدرسون في احد الدول الجوار العراقي دكتوراه. ايه واحد يدخل يدرس ماجستير والاخر دكتوراه. الدكتور اكد لي انه هذا الخبر صحيح، ونعم وفي علاقات قوية بين حرس الثوري والحشد من جهة وبوليساريو من طبعا جهة اخرى، اذا شوف ووعدني ان انا يزورني نتكلم عن هذا الموضوع مطولا. فإن نصحته قلت له أنت إنسان ما شاء الله عليك يعني مثقف وتدرس دكتوراه، أنا أنصحكم نصيحة، في مثل بغدادي يقول اسأل المجرب ولا تسأل الحكيم. أهل بغداد نعم عندهم مثل، إحنا عندنا نعم تجربة، ابتعدوا عن إيران. أنصحكم والآن في هذا البث أنصح الأشقاء في الجزائر أن يبتعدوا عن إيران، ترى إيران عقليتها عقلية فارسية تريد مصلحتها وبس. واما ما قراه اخونا تحت هذه نص الاخبار اللي انا جبت والبقيه انا كملت، المهم اخبار الحمد لله ثبت صحيحه من اخونا. المهم نحن انا اريد ان اقول ك يعني متخصص فيما يجري في المنطقه وعلى درايه بدقه بكل هذا المسلسل الذي نعيش منذ 5 عقود او اكثر، اريد ان اقول ان المعلومات حساسه جدا، وانه فعلا هناك خطر يهدد منطقتنا بما لا يدع مجال الشك. إذا طبعا المعلومات يعني وصل هذا المشروع، مع الأسف الشديد أقول، الذي يبحث عن روح جديدة. وجوابا على أخ كنايور الذي كان طرح سؤال، ياسر طرح سؤال، أقول له أن عبر التاريخ أن هذه الحركة رغم أنها متواجدة كانت على الأراضي الجزائرية وكانت هي منطقة انطلاقها في عملياتها في البداية ضد موريتانيا والمغرب، بعد ذلك بعد أن خرجت موريتانيا بقت المغرب وحدها. أريد أن أقول أنها وجدت ما وجدت عندما كان عندها ممول رئيسي وهو ليبيا. تعلمون عبر التاريخ أن ليبيا هي التي اقتنت آنذاك أفضل أنواع الأسلحة، التي في بعض الأحيان كانت تفوق أسلحة الجيوش النظامية في موريتانيا وفي المملكة المغربية. وأنا المتحدث شخصيا الذي والدي كان قائد قوات الجوية الموريتانية أفلت بأعجوبة عندما تم إسقاط طائرته في جويلية 1900 الشهر السابع من 1977، وكان بصاروخ ستريلا، وهذا بشهادة وزير الدفاع البوليساريو الأسبق. وأنا أقول أن هذا الانهيار الذي وقع كان بسبب فعلا خروج ليبيا عن دعم، وفعلا أنا أخشى ما أخشى أن يجدوا ذلك الدعم الذي كانوا يجدوه في ليبيا في إيران، لأننا لا نريد أن تتحول منطقتنا. وأتحدث هناك موريتاني يجمعه ما يزيد على 2000 كيلومتر مع يعني الأقاليم الجنوبية المملكة المغربية، وأيضا ما يزيد على 400 كيلومتر مع الجزائر، وما يزيد على 2000 مع مالي، وكل المنطقة مشتعلة. لا في مالي كما ترون من الحدود الجزائرية، مؤخرا ما وقع لفاغنر على في قرية تنزواتن الحدودية المالية، والذي الروسيين يعني استغربوا أن لم يجدوا معلومات من الجزائر. ولكن ربما تكون انهيار المنطقة وفي هذا القرن، مالي النيجر حدودهم مع الجزائر تقريبا 3000 كيلومتر وموريتانيا 2000 مالي. إذن حتى وصول المعدات والمساعدات العسكرية قد يسهل عندما تكون المنطقة غير آمنة. لماذا؟ لأن نحن هنا حتى في موريتانيا نعلم
أن هناك طائرات كبيرة محملة بالمخدرات كانت تصل إلى منطقة شمال مالي، تنزل بالمخدرات ثم يحرقوها بعد ذلك حتى لا يبقى لها أي أثر. إذا أقول بحرف واحد أن هذه المعلومات هي خطرة جدا، وشخصيا أنا ستدفعني إلى الانتباه أكثر، لأن الأمر اليوم أصبح متعلق بأمن كل شمال إفريقيا. كل شمال إفريقيا إذا كان هناك من يهمه فقط هو إشعال المنطقة. والله يعني قبل ما أخرج يعني أنصح الأخوة في الجزائر وفي بوليساريو أن لا ينكروا الخبر، تعرف ليش؟ لأنه الساحة العراقية مفتوحة، يعني خبر خلال لحظات تنتشر، لا يخفى شيء في العراق أخي أبو طالب. فأنصحهم أن لا ينكروا، فليقولوا نعم نحن متحالفين لوقت ما أو لغرض ما، هذا شيء يخصهم. أنا لست وصيا عليهم أقول تحالفوا أو لا تحالفوا، لكن إنكار لا ينفع، لأنه لدينا من الحقائق ووقائع تثبت أنه جماعة مع إيران علاقتهم قوية ومتطورة، قد تصل إلى مستوى الاستراتيجي. يعني بعدين إيران لا تعطيك طلقة واحدة إذا مقابل 10 طلقات ما تستفيد، هذه السياسة الإيرانية. وأنا طبعا أعتذر إذا في سؤال، وإلا أنا شوف يا أخي، بالنسبة للمغرب العلاقات مجموعة البوليساريو مع إيران ما هي جديدة، قديمة. أول مسجد وعدل مخيمات تندوف معدلته إيران، العلاقات قديمة، غير العلاقات متهورة. المد الإيراني اليوم نعت في المنطقة عنه عاجز وعنه ما عنده شيء وعنه ضعيف. خطأ ترى، أنتوا فهمانين الموضوع خطأ. إحنا ما قاعد نقول جبهة البوليزاريو بس، بعد إذنك أخوي ياسر، يا شباب أنتم فهم يعني المعلومة ترى وصلتكم. إحنا ما قاعد نقول إن جبهة البوليزاريو علاقتها مع إيران، إحنا في ناس اتصلوا علينا، اتصلوا على أخ أبو طالب، والرجل تعرض لكلام وتهديدات لأن المعلومات هذه مستهم. لأن في للأمانة قبل أن توصل للموقع المغربي نشرها أخونا أبو طالب، وتقريبا بعدها بيوم أو 24 ساعة اتصل عليه رجل وكان يهدده. الموضوع فيه تهديد، ليس إحنا قضية معلومات أو جبهة البوليزاري أو إلى آخره. لكن أنا من على هذا المنبر وأخوي أنا فرهاد، أتمنى أن يسرب لنا أسماء الآن الأعضاء في الجارودية المتواجدين لجبهة البوليزاريو ورواتبهم، وأتمنى رواتبهم وكم حجم المقدرات الذي تنزل لهم من الميزانية الحشد الشعبي، لتكون حصرية عند أخونا أبو طالب، وأبو طالب هو من ينشر هذه المعلومات. أنا أتمنى في خلال الأيام القادمة يزودنا أخونا فرهاد على الجوال بالأسماء وبالرواتب وكم هي الميزانية من الحشد الشعبي الذي يخرج في الموازنة للحشد الشعبي للبوليزاريو، ونريد حتى أن تكشف شوي كثيرا هذه المعلومات، كثيرا لهذه المعلومات. ونحن وأقولها لا أنا ولا أخوي أبو طالب لن يثنينا هذا التهديد ولا تهديدات أخرى عند مواصلة وحبنا للمملكة المغربية وحبنا للأمن الوطني العربي. أصبح الأمر خطر على بلدنا وحبنا أيضا للشعب الجزائري. يا أخي إحنا ما عاد شعب، نعم 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 نعم، لا للشعب الجزائري، لعله إحنا الآن ما مغيب براحته هذا شيء، لكن إحنا نتكلم لماذا هددت إيران ضرب مضيق جبل طارق؟ من أين الآن اتضحت خيوط الصورة؟ من أين الدرون سوف تنطلق؟ ليست من طهران أو بغداد، وضحت الصورة أخوي أبو طالب تكملها. لكن أنا طالب الآن أخوي فرهاد أن يزودنا بأدق المعلومات عن رواتبهم وكم ميزانيتهم والأسماء، لتكون حصرية على لايف أبو طالب. تفضلوا، آسف للإطالة يا أخوان. أسمع، نعم إذا في سؤال مستر أخرج والله أبو طالب. نعم، إذا كان أنا هنا ياسر، بما أننا طلع معنا الأخ الجزائري، ما رأيك في هذه المعلومات؟ السلام عليكم الأخوة الكرام، إن شاء الله. السلام عليكم الأخوة الكرام. وعليك السلام ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا بخير. أولا أنا باش ننفي نبدو كما نقولوا درجة بدرجة حتى
باش يكون التعقيب تاعي واصل وكامل بدون مقاطعه. اولا نبدو من التشيع في الجزائر وانه الحزب الله والتشيع وكذا. انا نعطيكم رقم رسمي من وزاره الخارجيه الامريكيه حريه الاديان، تقول انه عدد المتشيعين في الجزائر 0.1%، وعدد المتشيعين في الجزائر في المغرب 0.8%. يعني هذا اكبر دليل ينفي ان عدد المتشيعين في الجزائر اقل من كل الدول العربيه. ثانيا نبدو في الاخبار هذه المتداوله، راكم تداولوها. اعطينا المصدر، متى تم احصاء المتشيعين في المغرب؟ يا اخي انا انت انا مغربي، انا مغربي كنهضر معاك. لا ماشي كنقاطع، انت كتعطي معلومه. متى تم احصاء الشيعه في المغرب؟ يا اخي انا واش قلت لك؟ قلت لك انه حسب تقرير حريه الاديان وزاره الخارجيه. فين كاين هذا حريه الاديان؟ هو قالك بيبصر معلومات. شكون هذا حريه الاديان؟ ما عندنا حتى حاجه سميتها حريه الاديان في المغرب. يا وزاره الخارجيه الامريكيه كل يوم تدير التقرير على حريه الاديان. وتقول لي شكون حسبنا في المغرب؟ انا راه ما تحسبتش يا ودي. انت ما حسبوكش اسيدي. اخ فاروق انا الله يهديك، ما تبقاش تخرط علينا اخ فاروق. تكلم فاروق. تناول المعلومات معنا. يضحك علينا صحفي عراقي يا صاحبي يقول لك شمال افريقيا عايشين عالم ديال الجاهليه. لا يا اخ ابي طالب اعطيتني باش تضحك علينا المشاريع يا صاحبي. عندك عكس كلامي تفضل. عندك عكس كلامي تفضل. لا شوف فاروق، عندي عكس. انا مغربي، يقول لي امتى حسبوا الشيعه في المغرب؟ ديال وزاره الخارجيه الامريكيه ويطلع لي هنا. هو عطى وزاره الخارجيه الامريكيه، ولكن هذا ليس هو الموضوع. احنا امريكان، احنا يا المغاربه تابعين لوزاره الخارجيه الامريكيه. شوف يقول لي يا اخي ما فراسيش. صافي كمل ما فراسيش. احنا تابعين لوزاره الخارجيه الامريكيه. باش تقاطعني لانك ياسر انا ساسأطر وسأطر اخبر. انا سؤالي كان واضح، ما رايك في المعلومات التي جاءت على لسان اخونا فرهاد؟ نريد منك تعليق على معلومات تكون من التشريع. بارك الله فيك، بارك الله فيك. انا بغيت بالموضوع، لاخاطش ما قدمتوا بزاف اسئله. انا بغيت بالواحد. انا ها هو اول سؤال واحد. سؤال واحد، بارك الله فيك. هاكا اطر باش ما تخلي حتى واحد يقاطعني، الله يجازيك، باش تكون المعلومه واصله. لا ولكن لا تخرج على الموضوع انت كذلك. راح من كلامكم نتاثبت انه هذه المعلومات كلها خاطئه من كلامكم. طيب معليش تفضل. اولا البارح رئيس حزب بن كيران حزب العدالة والتنمية اللي حكم المغرب 10 سنوات راهو عزاء حزب الله وآدان قتل حزب الله. يعني لا هذا ليس هو الموضوع يا أخي الكريم. هذا ليس الموضوع. أنا سألتك سؤال، خلينا من المغرب. أنا سألتك من معلومات يا أخي. لم تسمع ماذا قيل هنا؟ هنا معلومات. أنا أريدك أن تتناول لي هذه المعلومات، ما رأيك فيها؟ غير بالعقل. انا نجاوبك. اولا احنا نشوفوا الدول اللي مهتمه بهذا الموضوع. شكون الدول اللي مهتمه بهذا الموضوع؟ منها موريتانيا، منها الجزائر، منها المغرب. هذو الدول اللي معنيين بهذا الموضوع. اولا لما نشوفوا في الاخبار الموريتانيه ونشوفوا في الموقف الرسمي الموريتاني ما راحش نلقوا اي خبر مماثل لا حتى بالهمز ولا باللمس. يعني هنا الموريتانيه خبر موريتانيه فاعل رئيسي في القضيه. يعني على الاقليه هي كانت ما جاوب على السؤال. اخي ابو طالب ما يجاوب على السؤال. نتمنى حتى الصحفي العراقي يسجل. اسمع يا نتمنى حتى الاعلامي. اسمع اسمع يا اعلامي الجزائري فرهاد. يعني وراي عمل اخرج. اسمع يا فرهاد، يجب ان تسجل. انت بس اسمعني دقيقه. الله يرضى عليك. ابي طالب دقيقه. الله يرضي عليك. انا ما غنتجاوزش 30 ثانيه للاخ فرهاد. يجب ان تسجل ان الجزائري قال من يهتم بالموضوع هي الجزائر والمغرب وموريتانيا، ولم يذكر جبهه البوليزاريو. اذا الحقيقه خرجت منه بعفويه. وراي عمل يا اخي. انا وراي عمل. بس لحظه. اولا هذا البث بث سياسي مو بث راي.
يعني احنا مو رايي ورايك، انا رايي كيف وانت رايك كيف، احنا هذا مو اراء، مو بس الاراء بس سياسه. هذه معلومات، احنا طرحنا معلومات استخباريه وطرحنا قضيه سياسيه، جاوبنا بجواب سياسي مو جواب رايي ورايك، لان انا وراي عمل واخرج والله عندي التزامات. بارك الله فيك. لما نشوفوا الاخبار كما نقولوا راك تقول اخبار استخباراتيه وكاع، لما نشوفوا المصادر تاعها. انا مثلا نعطيك مثال، امريكا راح تغفل على هذا الامر لو حزب الله عنده يد هنا في المنطقه في شمال افريقيا، وخاصه لما يكون الامر يتعلق بحلف استراتيجي خارج الناتو مثل المغرب. راح تسكت امريكا؟ ما راح تسكت. فرنسا راح تسكت؟ ما راح تسكت. انت هذا جوابك، شوف جوابك اصبر اصبر، انت شوف جوابك، انت جاي تجاوب جواب راي. اسمع اخي، اولا اصبر اصبر اخي الان اللي كم واحد الان، كم واحد 100 200 شخص هنا في البث. اصبر 100 200 شخص موجودين، ما ادري كم واحد الان موجود في هذا البث يكون شهود على كلامي. 1300 خليه يكونوا شهود على كلامي. كلم مع صديقكم والاعلامي المعروف في بوليساريو الدكتور ميارا، قل هل ناقشت اخونا استاذ فرهاد في احد البثوث وفي احد القنوات ام لا؟ اذا نكر جيبه هنا اني هو نناقش والموضوع منتهي. فكلام تروح تجيبه امريكا ما تقبل فلان، هذه تهرب من صلب الموضوع. ترى مو عيب يقولوا يا جماعه متفقين مع ايران البوليساريو، مع ايران وحرس الثوري وحشد العراقي لينشروا الفتنه والمشاكل والبلبله في المنطقه، وخلاص الاعتراف بالذنب كمل لا ذنب له. انا اذا مطالب اشكرك شكر جزيلا. اذا مضطر اخرج. نعم اخبر هذا، اذا اخبر هذا اخيرا، انت تؤكد ان الاستاذ محمد ميارة في 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 بث معك اكد هذه المعلومات؟ دكتور ميارة قال لي بالحرف، انت عندك مشكله مع ايرانيين، انا ما عندي مشكله، انا حركه تحرريه تحالف مع ايران ومع غير ايران. ليس هذا كلامي الفكره، ليس دكتور معليش انا ماشي. السلام عليكم، بارك الله فيك على كل حال. يعطيك العافيه اخوي فرهاد، انا اطالب من هذا المنبر، اي اطالب اخوي فرهاد معلومات جديدة لكي تكون حصرية على لايف أبو طالب. نعم نعم، أسماء إن شاء الله نتواصل معه، أسماء إن شاء الله. والأخ فاروق